الموسم اللي وراه الحمد لله فضل ربنا ربنا كرمني ورحت صالح على زمالك. رجعت الزمالك ازاي؟ كنت بلعب في الدرجه الاولى وانا صغير وانضميت لمنتخب مصر للمنتخب الاولمبي، ودي ما كانش فيه حد زي ما حضرتك. مين كابتن حلمي ولا كان مين؟ كرول، مستر كرول. كرول طبعا كان السايكو الاول. السايكو، سايكو الروماني بالظبط. وكان معاه كابتن فاروق السيد رحمه الله عليه، طبعا نجم مصر ونادي الزمالك بالظبط. و كرول بقى جيل عبد الستار صبري واحمد حسن وعلي كرول برضو. قبل كرول برضو لما كان مع السايكو ايمن الجمل موجود، وكان غريب حافظ، وكان عندنا هشام حنفي بقى ومصطفى كمال اهلي، واحمد سامي، تامر بجاتو زمالك، هتلاقي صبري، حازم امام، اسامه نبي، احمد عبد الله. صبري ده برضو لعيب كان في حته تانية. مين صبري؟ لا صبري امز اللاعبين ده الموهبه ده طبعا. ده المدفعجي ده. فتخيل لما تكون في وسط، يعني انت النهارده لما تيجي تشوف منتخب الاولمبي كلهم لاعيبه دوري ممتاز، حتى بيلعبوا اساسيين كمان في الانديه بتاعتك. كنت من القسم الثاني، فانت في القسم الثاني ده فكانت حاجه زي الكاس قبل كده برضو كان في القسم الثاني وبيلعب على المنتخب. صح بالظبط. فربنا كرمني وكرمنا وانضميت لمنتخب مصر، وكان مستر السايكو مشي، السايكو جه كرول، فمشينا مع كرول. فمن بعديها اتعاقد معانا الزمالك، كان الحضري برضه، الحضري والحضري كان موجود طبعا بالظبط، مصطفى كمال موجود، وغريب حافظ موجود. فربنا كرمنا ومستر كرول راح ماسك نادي الزمالك، فقال لهم انا عايز بتاع الشرقي الدخان ده لازم يجي. كرول اللي جابك؟ لان كنت انا بلعب معاه منتخب اولمبي. طبعا علي ماهر كان موجود طبعا، محمود العارف، انا مش عايز انسى حتى احمد ابره، عبد الستار، كل الجيل بتاعنا ال 75. ربنا كرمني وانضميت لنادي الزمالك 98. ما صعدناش، انا طبعا انا جت سنه من السنين كده، يعني لقيت نفسي بيجي لي انديه مقاولين واسماعيلي وحاجات زي كده، والنادي عندي ما بيرضاش، فهربت رحت على الكويت. هربت رحت الكويت؟ رحت الكويت، يعني بقيت انا اللي بنزل الفرق، انا اللي طبعا انت لسه مش معروف، تروح تهون على الانديه في الكويت، انا اللي انزل الفرق. قزمه سلميه، الله ينور على حضرتك، انت جبت قزمه. انا كنت في قزمه. قزمه كانت حاسس حتى قبل قزمه طبعا طبعا استناء. تاريخ أيوة. كبير كمان كان في الصليبخات، الصليبخات كان في الكابتن نبيل محمود. صح. فانا لما رحت سالت فقالوا لي ده في لاعب مصري كابتن نبيل محمود، رحت واخد بعضي وراجع تاني. انا ما مش هخش على ابن بلدي وكابتني وكابتن مصر لان احنا نفس البوزيشن واحد. صح. فاستحاله انا هروح. رحت قزمه فريق كبير، خلي بالك جدا. ايه اللي حصل؟ لقيت مستر بوكير المدير الفني للاتحاد السكندري. طبعا سي بوكير بالظبط. فاللي حصل ان انا كنت دايما بنبقى موجود في الاكاديميه البحريه في المعسكر مع الشارع الدخان، فكنا دايما بيبقى فيه لقاءات ما بين الفرق اللي بتبقى موجوده في المعسكر، فدايما كان فيه لقاءات ما بين الشارع الدخان انسترن كامبلي طبعا الجديد و الاتحاد، فكان هو ماسك الاتحاد فافتقرني، فقال لهم خلاص ادوني بس 10 ايام وهقول لكم المستوى ايه ولو كنت تتعاقدوا او ما تعاقدوش. يعني قعدت تمرينتين فقالوا لا اتعاقدوا معايا. تمام. فطبعا انا كنت لسه معلومه مخفيه برضو موضوع قزمه ده الفضل عاد سنه موسم ما لحقتش، انا نزلت تاني. ما انا هقول لحضرتك اللي حصل. هقول لك كواليس كتير يعني. فاللي حصل انه حلو ذكرياتك حلو قول اللهم لك الحمد. فحصل انه رحت هناك وبعد ما لعبت فمضيت، فجابوني قبل احنا قبل التمرين بسرعه، يلا حسام بالله عليك امضي بسرعه الاستمارات والعقود عشان نلحق تنزل التمرين. فحسيت ان في حاجه مش مظبوطه يعني، فبقيت امضي ارفع ورق وامضي، يرفعوا لي ورق وامضي، يرفعوا لي ورق وامضي. فانا كنت رايح امضي سنتين، ففوجئت لقيتهم خمس سنين. طب امضي اشول وشوف. ما رضيتش بقى امضي اشول دي، كنت ما عنديش يعني الخبره بالظبط. فارفع وامضي ارفع وامضي، فطبعا مش هتقرا حاجه، فانت حلمي، انت محترف، انت لسه صغير جاي من فرقه درجه ثانيه. امضي 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 امضي. اتاري كان اخر عادي في خمس سنين، فلقيت والدي طبعا كان هناك امين السر هو اللي بينزلوا يعملوا كل التعاقدات يعني، فنزل امين السر وصلته بوالدي ان هو يتعامل معاه ويروح بيه للشارع الدخان، ما حدش عارف فين الشارع الدخان ده اصلا يعني، مكانها فين، مقرها فين يعني، ما حدش. فتواصلت مع والدي، فوالدي اتكلم مع امين السر، فامين السر بيقول له ده حسام والله كويس ولاعيب مميز ومش عارف ايه، ده ماضي خمس سنين. فوالدي خمس سنين، فلفت نظره حته الخمس سنين، فلقيته بيكلمني في التليفون، انت مضيت كذا؟ قلت له لا يا بابا ده انا مضيت سنتين يا حاج. قال لي مكتوب خمس سنين وبعد، قلت له لا انا هتصرف. فرحت داخل
رحت داخل عند واحد فلسطيني كان ماسك الحسابات وكده. فرحت داخل كنت انا واخد الجرايد بتاعت مجله الاهلي وانا صغير طبعا، كان بيتكتب عني كل اسبوع طبعا الحمد لله فضل ربنا، مع الكرنيهات بتاعت الاهلي مع شرايط الفيديوهات بتاعت الشرير الدخان، الماتيريال بتاعك كله انت او السي في بتاعك انت واخده مع الجرايد بتاعت اللي كانت بتتكتب وانا في الشرير الدخان. فلقيت الباسبور ورحت واخد الباسبور والله حطيته كده ورحت حطيته في الشورت وطلعت التيشيرت ورحت ايه ماشي. رحت قايل لي كنت قاعد في شقه، فكان صاحب المطعم كان هو اللي بيجيب لي الاكل فكويتي، فقلت له انا ماشي وحصل كذا كذا وعايزك تاخد المفتاح عشان مش جاي تاني، انا ماشي بكره هسافر. راح له فقال لي والله بالله عليك هقول، والله هقول عليك. قلت له لا ما تقولش عشان انت مش انت بتحبني؟ قال لي اه. قلت له بس يعني تتمنى لي الضرر؟ انا جاي مضي سنتين، النادي عندك بيمضني 5 سنين. فضحك علي وما قاليش، لو قال لي انا عيني، انما 5 سنين. طب بالله عليك، قلت له والله ما ينفع. تاني يوم بالظبط رحت قعدت عند يعني في نفس اليوم يوم الخميس اديته المفتاح ورحت قعدت عند خلاني قاعدين هناك، وكانت حماتي قاعده هناك وعمي، قعدت عندهم. وتاني يوم الصبح يوم جمعه بعد الصلاه كنت مأكد التأشيره، كنت حاجز ذهاب وعوده زياره يعني، فرحت مأكد التأشيره رحت داخل على المطار وكلمت والدي من عند شارع الهرم، قلت له على فكره انا في شارع الهرم وصلت بالسلامه. قال لي ايه يخرب بيت مفاجاتك؟ قلت له طب الحمد لله. خدت بعضي ورحت لقيت الكابتن رمضان السيد وكابتن وكابتن حماده صدقي كان هم اللي ماسكين الفرقه. قالوا لي طب لما صعدناش لو لا قدر وجات لك حاجه توكل الله. قلت لهم يا كابتن انا بيجي لي كل سنه وانا ما، فربنا برضو ما اردش ان احنا نصعد في سنه الكابتن رمضان والكابتن حماده صدقي، فربنا كرمني وراح جالي الزمالك، نادي الزمالك. طيب